هنتكلم في سلسلة السبستيشن إكويبمنت سايزنج عن السايزنج بتاع الـ NGR أو النيوترال جراوندنج ريزيستنس، ودي الريزيستنس اللي بستخدمها عشان أعمل إيرسنج أو جراوندنج لليونيت أوكسيلاري ترانسفورمر، بوصلها ما بين الستار بوينت بتاعت الترانسفورمر وما بين الجراوند. عشان أقدر أعمل سايزنج للـ NGR محتاج إن أنا أعرف الريتد فولتج بتاع الإكويبمنت والريتد باور بتاع الإكويبمنت، واللي منهم بقدر أحسب الفول لود كارنت أو الأي ريتد. الـ NGR ليها مجموعة وظائف في الدايرة، واحد إن هي تعمل ليميتنج للترانزيانت أوفر فولتج واللي ممكن يحصل نتيجة السويتشنج أو أسباب أخرى. اتنين، وده السبب الرئيسي والأهم، إن هي تعمل ليميتنج للإرث فولت كارنت مع مراعاة إن الفولت كارنت يكون كافي لتشغيل أجهزة البروتكشن والريليهات لعمل تريب في الدايرة في حالة حدوث فولت. الأي فولت الريكومندد رينج بتاعه بيكون ما بين 200 ل 2000 أمبير مع مراعاة ان هو ما يتجاوزش الاي ريتد، لان السيستم عندي هنا الفولت فيه قليل من 13.8 على 4.16 كيلو فولت، فهيكون رينج الكارنت عندي ما بين 150 ل 500 امبير. هختار منه الكارنت المناسب لاجهزة البروتكشن بتاعتي واعوض بيه في المعادلة دي، وهقدر احدد قيمة الار اللي هي تبقى الان جي ار بتاعتي. شكرا.